اليوم بوقتها مين سأل عنك؟ متذكر مين أكتر شي وقف جنبك من الوسط؟ الست أمل عرفي، بوجه لها تحية. رحت زيارة لعندها على البيت، قالت لي لك انت الله معك، شو بدك أحلى من هيك اختبار؟ الله ما بيتذكر غير المؤمنين. هسه متذكر أشخاص غير الست أمل؟ ست شكراً مرتجع. كمان وقفت جنبك معنوياً كتير. تماماً. والأستاذ باسل حيدر. ومن دفعتك بالمعهد حدا وقف جنبك؟ جوان الخضر، بوجه له تحية. وقف معي. انت على تواصل مع جوان لليوم؟ لهلا. جوان حدا طاهر شريف، يعني ما بيقطع فرض وبيصلي رمضان.